النهاردة عايزين نتأمل في عبارة آية جميلة جاءت في الأصل المزمور 61 أسف مزمور 62. ممكن العبارة دي تكون سبب بركة كبيرة لما نحطها قدامنا باستمرار. إنما الله انتظري يا نفسي، إنما الله انتظري يا نفسي. تعالوا نقرا المزمور 62 بسرعة. إنما الله انتظرت نفسي من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، لا أتزعزع كثيرا. إلا متى تهجمون على الإنسان تهجمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع؟ إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون الإله. إنما الله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا سلاح. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخط، إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا، مرة واحدة تكلم الرب وهاتين باثنتين سمعت أن العز لله ولك يا رب الرحمة. لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله، هللويا. إنما الله انتظري يا نفسي. إحنا دايما رجاءنا في واحد بس، هو ربنا، مفيش غيره. واللي ينتظر حد تاني غير ربنا يبقى غلطان، واللي يتكل على حد تاني غير المسيح يبقى جاهل. ملعون من يتكل على ذراع بشر. الإنسان زي النفخة، النهارده موجود وبكره مش موجود. اللي بيتكلوا على الأبطال، على الرؤساء، على الأغنياء يخزون. لكن الرب بيقول أنا هو الرب الذي لا يخزي منتظروه. جميع الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخزى. إنما الله انتظري يا نفسي. في مواقف كتير في حياتنا ما ينفعش أبدا ننتظر فيها حد غير ربنا. زي إيه؟ لما يجي علينا الشيطان ننتظر مين ينجينا من ايده؟ مين حيقدر على الشيطان؟ لما يجي عليك ويجيب عليك اتعاب وضيقات ومشاكل من الداخل ومن الخارج، ثوره. لما الشيطان يعمل عليك ثوره تنتظر مين؟ مين في البشر يقدر يغلب الشيطان؟ محدش. عشان كده تقول لنفسك انما الله انتظري يا نفسي. انتظري هذا الاله الذي تحت الشيطان تحت اقدامه. انتظري هذا الاله الذي قال رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، وأنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. انتظر الإله اللي كان بينتهر الشياطين فتخرج صارخة وهي تقول أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس الله.
انما الله انتظر يا نفسي. احيانا كده تحس زي ما يكون الشيطان هايج عليك، تروح البيت تلاقي مشاكل، تروح الشغل تلاقي مشاكل، تمشي في الشارع تلاقي مشاكل، يجيب لك مشاكل في حياتك الخاصة. ايه ده؟ ايه الهياج ده؟ ده نوع من انواع ثورة الشياطين ضد الانسان المتقي الرب. لكن ما تخافش، ما تخافش، لان مكتوب لاننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا والذين هم معنا اكثر من الذين علينا. ومكتوب اله الشيطان يسحق، اله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. ومكتوب ايضا انه المسيح كان بيرعب ارواح الشياطين. فاكرين لما طرد لاجئون، بقال لاجئون بقال له احنا كتير خالص، في المجنون بتاع كتب الجبريين اول ما اقترب منه المسيح قالوا له اسالك الا ترسلني الى الهاويه. دول كانوا حوالي 2000 شيطان فلق، يعني زي ما نقول كتيبة من الجيش. لكن المسيح انتهرهم فخرجوا كلهم مذعورين. عشان كده انت لما الشيطان يصير عليك حروب هتنتظر مين؟ مين يدافع عنك؟ انما الله انتظري يا نفسي. قل لنفسك كده، ما تخافيش يا نفسي، دلوقتي يجي المسيح ويطرد هذه الارواح الشريره ويعطيك السلام. ثق ان المسيح سياتي اليك، ثق انه يسمع صراخك، ثق انه لن يترك الفريسه بالعدو، لان ابليس كاسد زائر يجول ممتلكا لن يبتلعه هو. انت بتحس وتقول انا عارف ان دي حرب شيطانيه. صحيح هي حرب شيطانيه فعلا، بس انت ما تخافش، انما الله انتصر يا نفسي. ومره كتب داود مزمور جميل يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي واصعدني من جب الهلاك ومن طين الحمأة واقام على صخرة الرجلي وثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. الله هيرفعك، هينصرك على هذا الشيطان. انما الله انتظري يا نفسي. احيانا الشيطان ما يحاربكش مواجهه، انما يحاربك من خلال الناس الاشرار. تلاقي الناس بيتامروا عليك، تلاقيهم بيكرهوك من غير سبب، تلاقيهم بيبغضوك من غير اي داعي، بيتآمروا ضدك، بيعملوا لك حفر، بيعملوا لك سخاف. تعمل ايه في الناس دول؟ تروح تتخانق معاهم؟ ما ينفعش. انما الله انتظري يا نفسي. تقول يا رب انا مستنيك انت تنجيني من هؤلاء الاشرار. انا منتظرك انت تحميني من هذا التيار. يا رب يا رب اعني، لا تسلمني الى مرام مضايقية، لانه قد قام علي شهود زور وكذب الظلم لذاته. وانا انتظرت الرب. انما الله انتظر يا نفسي. ناس بتتهم بتهم وانت بريء، تعمل ايه فيهم؟ هتدافع؟ لا، هتدافع.
ما فيش فايدة في الدفاع. ناس بيظلموك، ناس بياخدوا حقوقك، ناس مش بيحطوك في المكان المناسب ليك ويحطوك في وظيفة أقل ويجيبوا اللي ما يعرفش حاجة يحطوه أعلى منك. هتعمل إيه؟ تعمل إيه في الناس دول؟ العالم كله قد وضع في السجير، ما تعملش حاجة، ارفع فقط عينيك لله وقول إنما الله انتظر يا نفسي. شوفوا يوسف لما اخواته باعوه، الاول رموه في الجب وكان عايزين يطلعوه يموتوه، وبعدين باعوه. كان يوسف يردد في نفسه انما الله انتظر يا نفسي. ولما راح بيت بوتيفار والشيطان دخل في الست الشريرة دي وبدأ يحاربه، انما الله انتظر يا نفسي. ولما اتسجن ظلما كان ينتظر الله لكي يمد يده ويخرجه، انما الله انتظر يا نفسي. احنا مش علينا ان احنا نقاوم الشر بالشر، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ما تردش الإهانة بالإهانة والشتيمة بالشتيمة والقتل بالقتل والسرقة بالسرقة، لا ده مش طريقنا. أنت مظلوم؟ بيفتروا عليك؟ أيوه. طب إيه الحل؟ أن تنتظر الرب لكي يتدخل، يظهر حقك كالصبح وبرك كالظهيرة، هو اللي يظهر حقك. انما الله انتظر يا نفسي. ما تقولش طبعا انا انتظرت ربنا، ربنا باله طويل وانت حيرد عليا. صحيح ربنا باله طويل، بس نظرك انت، لكن في نظره هو بيعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب. انما الله انتظر يا نفسي. قصة يوسف الصديق من أحلى القصص التي تبين إنسان ينتظر أجر من الله لأمانته. شوفوا يوسف كان بيحب إخواته وراح يسأل عليهم ويدور عليهم. أول ما شافوه تآمروا عليه وقالوا هذا هو الوارث، هذا هو صاحب الأحلام، هلم نقتله ونطرحه في أحد هذه الآبار فنرى ماذا تكون أحلامه. مسكوا قلعوا القميص الملون ورموه في الجب واخدوا الحاجة اللي هو جايبها. ايه ده؟ قاعد المحبة يترد علي بخيانة وحب قتل، ايه ده؟ دي أجرة الخير اللي أنا بعمله؟ انما الله انتظر يا نفسي، الفنيات ربنا. وبعدين يبيعوه زي العبد، يقول انما الله انتظر يا نفسي، ويروح يبقى امين في بيت سيده بوتيفار ومرات سيده تتهمه اشنع اتهام ويطلع مطرود والى السجن. انما الله انتظر يا نفسي، استني ربنا، مستنيه يكافئني، مستنيه يظهر حقي. انما الله انتظر يا نفسي. وبعدين يفسر الحلم لرئيس السقاة ورئيس الخبازين، ورئيس السقاة يقول له لو اتحقق كلامك وانا طلعت بعد 3 ايام وعصرت العنب للملك هاجي اطلعك من السجن. قال له رئيس السقاة ينسى. انما الله انتظر يا نفسي، حتى البني ادم اللي قلت ساعدني نسيني. انما الله انتظر يا نفسي. عبثا ان احنا نتكل على انسان ولا ننتظر البشر، كلهم ضعف كلهم نسيان. ما اسهل ان يعتذر الانسان لصديقه ويقول له اسف ما قدرتش اساعدك، لكن الله لا، مش ممكن.
انما الله انتظر يا نفسي، انتظر انه ينجيك من الاشرار، انتظر انه يرد لك حقوقك، انتظري انه يهديك من كف العتاة، يطلعك من ايد اللي مسكينك. انما الله انتظري يا نفسي. دول كثير دخلوا في السجن يصلوا يسبحوا ربنا ويقولوا له انما الله انتظري يا نفسي، وهم بيصلوا نفسه بمؤسسات السجن تزعزعت والقيود وقعت من ايدي الجميع والابواب اتفتحت. لقد تدخل الله تدخل عظيم. انما الله انتظر يا نفسي. في الوقت اللي تخلى فيه جميع اصدقائك عنك، او ربما ينقلب كل اصدقائك ضدك، ما تخافش، انتظر الرب تقوى وليتشتت قلبك، وانتظر الرب وقول لنفسك انما الله انتظر يا نفسي. يبقى ايه جهاد عليك الشيطان شخصيا؟ تنتظر ربنا وتستناه لغايه ما يرسل اليك معونه ويخرج الشياطين بكلمه سبق، ولما الناس تعبوك قول انما الله انتظر يا نفسي. كمان لما تهيب عليك الطبيعة تقول انما الله انتظر يا نفسي. هتعمل ايه في الطبيعة الهايجة دلوقتي؟ افرض انت راكب مركب وهذا البحر والرياح بقت شديدة والامواج بقت عنيدة، هل تنتظر انسان يخلصك من هذا البحر الدائج؟ محدش يقدر يفكر الطبيعة. ثم تسلمين انما الله انتظر يا نفسي. كان التلاميذ في البحر معذبين طول الليل، واخيرا في الهدي الرابع جاء اليهم المسيح ناشر على الماء. انما الله انتظر يا نفسي. واول ما دخل السفينه صار هدوء عظيم، وتحرك السفينه الى شاطئ الارض التي كانوا ذاهبين اليها. انما الله انتظر يا نفسي. ومره هاجت عليهم الامواج والرياح والمسيح نايم، فايقظوه قالوا له الا يهمك ان نهلك؟ ان نحن نهلك؟ قال لهم كيف تهلكون؟ اين هو ايمانكم؟ وقام وانتهر الريح والموج فصار هدوء عظيم. انما الله انتظر يا نفسي. مش بس الطبيعه بتاعه الامواج والرياح، انما طبيعه الوحوش. دانيال حيرموه ضد الاسود، طب هو ماذا ينتظر؟ ينتظر الله يتدخل. يا رب يا رب انت عارف حالي وظروفي، وانا ما اقدرش على الاسود دي، انا عايزك انت تتدخل علشان تهدي هذه الاسود، اني انتظرك انت وحدك. انما الله انتظر يا نفسي. وفعلا الله ارسل ملاكه سدت افواه الاسود فلم تاكل دانيال طيبة الليل. السبب فتيه لما الملك نبوخذنصر ولع الاتون وخلاه 49 دراع من النار المشتعل ارتفاعه. ماذا ينتظر هذا الثلاث فتيه؟ هل ينتظر معونه للبشر؟ هل ينتظر ان يعود الملك عن جنونه؟ هل ينتظر ان الملك يقول خلاص الدياله حريه وكل واحد عايز يعبد اله ويعبده؟ لا، مفيش فايده، هم هيتربوا في النار هيتم قتل النار. بس هم انتظروا ربنا، قالوا انما الله انتظر يا نفسي. وتدخل الله فعلا وحول الاتون الى ندى بارد، حتى ان الملك البعيد قال
أليس ثلاثة أرجو في الله؟ أنا شايف أربعة بينسوا فرح والرابع الشديد بإذن الآلهة. يا حرام وعذري يا إسرائيل يا عبد الله، تعالوا اخرجوا من النار، لأن إلهكم ذو اقتدار، لأنهم الفجر يد الله، إنما الله الفجر يا نفسه. ما أنت ممكن تجي لك مشاكل ملهاش حل، الحل إنك تستنى يد ربنا يشتغل، إنما الله الفجر يا نفسي. الراجل المسلول اللي 38 سنة يحس من نفسه، والناس يقتف منه كمان، وما عادش بينتظر لا ابن ولا بنت ولا اخ ولا اخت ولا حد من قرايبه، انما حط اتكاله كله على ربنا. فجاء اليه يسوع قال له اتريد ان تبرا؟ قال له اريد، ولكن ليس الانسان يلقيني في البركه مثل حرك الله. فقال له الرب قوم احمل فراشك واذهب الى بيتك، انما الله انتظر يا نفسي. في مرضك انتظر ربنا، في الخطر انتظر ربنا، في الضيق انتظر ربنا، وهو لا بد من يديك ابدا، هيمد ايده ويساعدك. بس ما تفكرش انك انت تحل المشاكل بدراعك او بعبقريتك، انت لا تستطيع شيء. الله هو الذي يستطيع كل شيء، انما الله انتظر يا نفسي. لما تفيد عليك كمان الطبيعه الجسديه، الجسد ده احيانا يعمل ثوره للخطيه، طب وده هتعمل له ايه؟ ما فيش حد غير انك تقول انما الله انتظر يا نفسي. يا رب نجيني من شهوات الجسد الرديئه، نجيني من الميول الى قرنوب الخنازير بعد ما جيت ودخلت بيت الاب وفرحت بيه، نجيني من الميول الشريره التي كنقول الكلب الذي يريد ان يعود الى قيئه، والخنزير التي تعود الى مرارة الحمقى. انما الله انتظر يا نفسي، انتظر يا نفسي ان الله يغيرك، الله يعطيك حياه جديده، انما الله انتظر يا نفسي. انتظر عمل الله في جسدك، لما يكون جسدك بيعثر عليك كتير ما تخافش وما تتخبش، انتظر عمل الله في ذاتك. قل له اني انتظر ان تعطيني عيشه، ان تعطيني ظهار، أن تعطيني حرية، وحتشوف بنفسك قد إيه ربنا هيعمل، لأنك انتظرت يده. إنما الله انتظر يا نفسي. تصلي وتيجي لقداس وتعترف كتير وتتناول كتير وتطلب كتير وتنتظر يرضى الله، تنتظر إن الله يعمل حاجة عظيمة في حياتك وسيعمل. إنما الله انتظر يا نفسي. شوف يا اما مواقف تبقى فيها مش قادر تعمل ولا حاجه، لا تيأس، لا تلقي برجائك الى الارض، انتظر الله وربنا شايف الحال، ربنا واثق، واثق انا فيه انه يقدر يصلح كل الامور حتى من غير ما اقوله. هو بصراحه عارفني وحافظني وقدرته عارف كل حاجه، انما الله انتظر لي يا نفسي. يبقى احنا نبقى كل اوقاتنا منتظرين وجه ربنا، حتى اذا وقع علينا نوع من الضيق او الاضطهاد فلننتظر ربنا، لا نختلف، نصبح طول النهار ونقول له منتظرين منتظرين بحسب وعودك،
انت ارسل الكنيسة على الوقت الحين اللي تقوى عليها وارسل الكنيسة ها انا معكم كل الايام احنا مطورينك انما الله المطورين واحد بيضايقك ومش عايز تخرج منه ومتحرم انك انت تعمل معاه حاجة فيها قسوة انتظر الرب قل له يا رب انا مستنيك انت قل لي اعمل ايه في هذا الانسان اللي بيقول انت اعمل معاه حاجة يا رب اريحني انما الله انتظر لي يا نفسي انت محتاج حاجة كمان محتاج فلوس محتاج بس محتاج برضك انت دايما خلي انتظارك لربنا قل يا رب انا مستنيك تديني من ايدك انا فطمت نفسي ان لا اخذ من البشر اعطيني ان اخذ الا انت ان منتظر ان تفيض علي نعمك وبركاتك انما الله انتظر يا نفسي لو سمعت ان في عليك كلام كتير وحش ده بيقول عليك كذا ده بيقول عليك كذا تعمل ايه؟ هتروح تتخانق مع نفسك من سكنتيرتك؟ لا انتظر ربنا انتظر ربنا ان يدافع عنك انما الله انتظري يا نفسي كل ما تحتمل كل ما تملي النعم والبركات اللي تجيلك تكون ضخمه بس انتظر ما تتعجلش ما ترميش السلاح ما تفقدش الرجاء التلاميذ هما معذبين في البحر جاء إليه والمسيح في الهزيعة الرابعة لا شراء البحر عفيف رجاء رابع على ايه؟ على توقيت الحاجة من ثلاثة لستة إنما الله انتظر يا نفسي ربنا يسوع المسيح ادانا وصايا عظيمة جدا وقال لنا ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا ايضا قد حفظت وصاياي واثبت في محبتي طب انا عايز احفظ الوصايا بس مش قادر اطلب معونه من النعمه واقول انما الله انتظر يا نفسي عشان يديكي فهم في قراءه الانجيل عشان يديكي وعي انما الله انتظر يا نفسي يا رب انا يسوع المسيح هدنا جميعا ان ننتظرك ننتظر حرفتك لينا ننتظر مكافاتك لينا سفينة الخايف بتفرق كتير هذا الملك او هذا الانسان اليهودي لما اتظلم واتآمرت البلد كلها علشان مشيت ورا كمان الاجازي وكان سابق يقعدوا يطلب على الخشبة هو كل ما يشوف حمايا الاجازي بيبص له كده بنوع من الذل حتى يقول انما الله انتظر يا نفسي انت يا نفسي تنجي ازاي من هذا الانسان الشرير ده انسان واصل ده واحد بتاع مؤامرات رئيس وزراء انا مين اجيب منه انما الله انتظر يا نفسي خبر مستني عمل ربنا بغايه وربنا نجاه وخلى القضيه تتقلب ضد تمام وياخد هو كل ممتلكات تمام ويتمجد قوي قوي اكثر بكثير من هامان لانه انتظر الله انما الله انتظري يا نفسي لا تتعجلي احيانا الله يسمح ان الانسان يتامل كثير في الحياه عشان يديهم كفه ضخمه جدا في السماء فيجي الانسان الطيب ده يصلي ويتسلى مفيش اي قدره ارضيه يقول لك مش عارف انما الله انتظري يا نفسي يا رب يا يسوع المسيح
قبل أن ينتظرك واحد اثنين فيك إنك أنت الخيانة والحياة، وأنت الذي نعتق فيه الحائل هذا الموت، وأنت اللي ماتت كل شيء في إيدك. إننا ننتظرك أيها القوي، يا من تسير على الماء وتنتهي الشياطين، يا من تدرس الخبزات فتشبع آلاف، ولو كان حاضر ملايين أنت تشبع ملايين برضه. إننا ننتظرك بدء من الغرب، تنجينا من الشيطان، احفظنا من ابليس، تنجينا من الاشرار، تنجينا من هياج الطبيعه علينا، سواء الطبيعه الخارجيه او الطبيعه الداخليه. مهم قوي ان احنا ننتظر عمل الله في الطبيعه الداخليه. انا بصدع نفسك بتنور الخطيه، بتنور الشر، نوصل لك كتير، ولكن ما زلت ما تاخدش قوه. انتظر الرب، وقول لنفسك انما الله انتظر نفسي، هيجي يوم يعوض لك كل اللي فات ويديك عفه وطهاره وقداسه ونقاوه. بس علينا ان احنا نواظب، انما الله انتظر يا نفسي. حتى في الحاجات العاديه، طالب بيتخرج من بدري ومش لاقي شغل، يعمل ايه؟ يروح فين ويجي من فين؟ بيبدا بيستنى، انما الله انتظر يا نفسي. وانت استنى ان ربنا يبعث لك شغل ويبعث لك عمل، وتعطي قدرات الله انه ماسك كل حاجه. قول له ابعث لي انت هذه منك، اني انتظرك انت، انما الله انتظر يا نفسي. يا رب اعطينا ان ننتظرك كل ايام حياتنا بالفرح والسلام، لك الكرامة إلى كل الظهور. آمين. نسلمك يا مسيحي، ولا شايف مصابيحي.